النهارده كل مصر، كل شباب مصر جايين يحتفلوا مع بعض بالاحتفالات القوميه. ده تجمع يشهد لسياده الوزير اشرف صبحي وقائمين على العمل العظيم دوت، ان احنا كشباب مصر بنتجمع مع بعض، بنحتفل مع بعض دايما ايد واحده. احنا شباب مصر دايما رافعين اسم مصر ايد واحده. احتفاليه يا فندم جميله جدا جدا جدا. قبل ما نتكلم عن الاحتفاليه خلينا نتكلم على العاصمه الاداريه. بجد 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 شكرا لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا قبل ما اجي العاصمه يا فندم كنت بشوفها على التلفزيون. اول ما جيت يا فندم العاصمه حاجه جميله جدا 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 جدا. يوم احتفاليه للشباب، اولا ان احنا من كل محافظات مصر، تعدد الكيانات الكتيره اللي موجوده من الشباب الحقيقه، يعني من خلال وزاره الشباب الحقيقه ان احنا نجمع كل هؤلاء الشباب، وهم بيمثلوا قطاعات تانية كتير لكن بيعبروا عن كل محافظات الجمهورية، ان هم ييجوا يشوفوا مصر الجديدة ايه وشكلها ايه، وكمان ان الشباب منهم يعني خرج مبدعين وخرج كيانات رياضية وخرج أبطال. الشباب قالوا كلمتهم النهاردة، لكن رسالتهم كلهم اللي موجودة احنا يعني مع بلدنا وحائط صد لبلدنا وبنحب بلدنا. والله الوزارة بتقدم برامج تمكين للشباب، تمكين اجتماعي وتمكين اقتصادي في كل الأنشطة والتدريبات من خلال أنا إدارتي اللي بشفع عليها تمكين للشباب. وزير الشباب بيقدم برامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، بيساعد الشباب على توفير فرص عمل مع شركات القطاع الخاص. عندنا أطلق وزير الشباب أكبر منصة للتوظيف، وهي منصة توظيف مصر، عليها 500 شركة من شركات القطاع الخاص بتوفر وظائف للشباب. فعالية مهمة جدا لوزارة الشباب والرياضة تحت مسمى شباب مصر، احتفالية شباب مصر. والحقيقة التجمع اللي أنا شايفه ده تجمع رائع جدا، بيضم تقريبا كل أطياف الشباب المصري من كل أرجاء الجمهورية، علشان أولا يشوفوا قد إيه العاصمة الإدارية بدأت انها تشتغل وتستقبل كل الوفود اللي موجوده. ناس تقدر تعرف المعالم بتاعتها وتعرف اهدافها وتعرف السبل بتاعتها وسبل تطويرها ايه. تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين دايما حريصه على وجودها في كل الفعاليات المهمه اللي بتخص شباب مصر. بننفذ مشروع ضخم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، هو المشروع القومي لتأهيل الشباب المحليات والمشاركة السياسية. برضه بننفذ مشروع ضخم من خلال ان انا رئيس هيئة المعرفة المصرية التابعة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. بننفذ برنامج مدته سنة هدفه تأهيل مهارات الشباب لزيادة دخلهم. النهارده بيكلل بالعاصمة الإدارية، موجود معظم شباب من أنحاء الجمهورية متواجدين النهارده في العاصمة الإدارية. النهارده كلنا بنحتفل مع بعض في وجود العاصمة الإدارية. يعني الحقيقة أنا كنت مبسوط بوجودي النهارده طبعا باعتباري مراسل في القناة الأولى التلفزيون المصري، وكنت خدت تجربة مع وزارة الشباب والرياضة من خلال مسابقة إبداع الجامعات من سنين، والحقيقة حققت فيها مراكز كبيرة، وكانت كان ليها فضل كبير في إن أنا أكون موجود دلوقتي طبعا، وحقق حلم من أحلامي إن أكون موجود في مكان أفتخر بوجودي فيه طبعا في التلفزيون المصري. فكنت موجود النهارده بتكلم عن تجربتي في مسابقة إبداع، والحقيقة كان يوم مميز جدا وجميل بوجود كل الشباب اللي كانت موجودة. فالحقيقة حابين نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه هو دايما داعم للشباب، والحقيقة التمكين للشباب ده أكبر دليل على هذا الأمر واتجاه القيادة السياسية في تمكين الشباب طبعا في كل المناصب والأماكن ودعم كمان الشباب الموهوبة.